هي دي الرياضة وهي دي قيمة البطولة وهي دي حلاوة الأميرة كمان. ويمكن ده خلى البيان ده خلى معالي الوزير أشرف صبحي يعبر عن رأيه في بيان النادي الأهلي. الدكتور أشرف صبحي على الهاتف مع الزميل عمرو أديب، نشوف كان انعكاس بيان الكابتن محمود الخطيب عليه إيه. احنا شفنا النهاردة البيان اللي نزل من مجلس إدارة النادي الأهلي بالاحترام وشكر للقيادة السياسية وشاكبه لأي مظاهر حصلت، ده الكلام ده كان قبل فترة الظاهرة أو فترة الظاهرة، لأي مظاهر حصلت تمثل يعني شيء يعني غير معتاد ل يعني أي لاعب وبصفة خاصة ما حدث يعني لكابتن شيكابالا، وده يعني احنا بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي. وايضا شفنا الاجراءات القانونيه اللي اتخذت بشكل سريع جدا ضد من تنمر ايا كان الوضع. ده يعني شيء احنا من فتره بنتكلم الروح الجميله اللي المفروض تكون موجوده، وبنتكلم مصر هي اول ومصر اولا ولا للتعصب. وشفنا مباراه في الحقيقه من زمان ما شفناش يعني ناديي الاهلي والزمالك في نهائي ديربي زي كده. كلام محترم جدا ويعكس قيمة النادي الأهلي التي دائما مع كل تحرك المسؤولين الكبار يروا النادي الأهلي عامل دوره الصح. وجاء هذا البيان في توقيت أنا بقول رائع جدا ومهم جدا ومؤثر جدا. هي دي المراهم الملطفة. أيوه، لما يحتقن الجو محتاج هذا الأسلوب الوقور في التعامل والتواضع، وتتعامل إزاي وتشكر الناس كلها اللي وصلتك انك انت تؤدي بهذا الاداء وتوصل لهذه النتيجه. والحقيقه انا مع البيان في كل كلمه وكل صياغته، ومع تقدير واحترام الوزير المسؤول لهذا الموقف.